في محافظة اسكندرية وسمعنا مشاكل الناس، كان لازم نيجي نقابل محافظ الاقليم اللواء طارق المهدي، هنقل له المشاكل هيجاوب. انت كمواطن سكندري او اي مواطن زائر الاسكندرية يتأكد من اجابة السيد المحافظ، انا لا معاه ولا ضده، بس انا هحمل صوتكم. مساء الفل. مساء الفل. هبدأ معاك ب البنى العشوائي المستمر في محافظة الاسكندرية واللي حضرتك لا تتخذ معه اي اجراء، وهدي لك نموذج زي شارع ابو قير، اي مبنى صغير كده يتهد ويطلع البرج ما شاء الله كبير. محافظ الاسكندرية متهم بانه مقصر في التعامل مع الارتفاعات المتوالية للمباني. اسكندرية الاحصائية اللي عندي 27,000 عقار فيهم مشاكل، 13,000 قبل الثورة و 13,000 بعد الثورة، يعني المشكلة قائمة طول الوقت. ازاي بتهد عقار؟ بتهده يا دي بيتك فانت بتهده، يا بتجيب قرار مباني قايلة للسقوط فتهده، يا تضربه غير قانوني كتف، هنا بيسموها ضربته كتف، يعني وانت ماشي كده فاللودر يا عيني ضرب البيت فوقع، كويس؟ طب دي ثلاث حالات الهدد. طيب هل انا اقدر في اي حالة من دول ما اديش رخصة البنى؟ تقدر. لا، لازم ادي رخصة البنى حتى اللي هد بصورة غير قانونية، ده قانون، ده القانون. يعني اللي هد بصورة غير قانونية انت ما تحولوش لجهات تحقيق او نيابة؟ بحوله للنيابة لكن بدي له رخصة بنى. القانون بيلزمك بده؟ يلزمني بده. دي اول نقطة. فده ادعاء ملوش حقيقة لا انا ولا غيري. طب اللواء طارق بتركيبته الشخصية عمل ايه؟ مرفوع عليا حوالي 17 قضية دلوقتي. ليه؟ في 285 مبنى خرجوا بره دفتر التراث. كان اشهرهم اجيون. الجرايد العالمية بره شكرتني. الجرايد بره شكرتني على الاجراء، لان انا خدت اجراء مضاد لكل ما هو في حماية لنفسك، يتحكم عليك بالسجن. لان في امر قضائي انك تهد المبنى. وانت قدرت القيمة التراثية لهذا المكان، خلاص يعني صدر له بعد ما انا وقفت الهدد قرار بنزع ملكية وانه ينتقل للدولة ويعوض الناس. انت كمحافظة تقدر تعمل ايه لوحدك؟ وكدولة تقدر، وكدولة، ودي نقطة مهمة ركز عليها، كمحافظة اقدر اوقف الاعمال. يعني العمارة تبقى بتتبني، اولا ادعاء ان العمارات دي كلها بقول لك 27,000 منهم 13,000 قبل الثورة و 14,000 بعد ثورة، جزء كبير في يعني عهدك. في عهدي في سنة وسعت شوية. طب بقى كام؟ ما جزء كبير في عهدك اطلاقا. اطلاقا يعني السنة اللي فاتت دي ما تمش تعلية في ده الرقم اللي بقوله لك ال 27. لا اتبنى، بس اتبنى بالمعدلات الطبيعية. يعني انت عايز تقول لي معدلات الفساد الطبيعية قصدك؟ معدلات الفساد الطبيعية اللي هو ايه؟ ال 13. لا ده حتى الرقم اللي انا واخده ده واخده في شهر 12، يعني بدل ما جيت بايه؟ يعني زودوا 1000 اللي هو في نفس المعدلات. ده انا بفترض جدلا، لكن هو المهاره ايه؟ ده في واحد كتب في الجورنال ده في 500,000 مبنى مخالف في اسكندريه. خد بالك المباني المخالفه دي انا متاكد تقديري الشخصي انها سليمه، لان يبقى مجنون اللي بنيها مش امراني، لكن مشكلتها في ايه؟ وبرضه هرجع لك مش هعرف السؤال، يعني في الصرف والميه والنور والشمس والعربيات وكل الاشياء اللي حضرتك عارفها. انا كمحافظه اقدر اعمل ايه؟ وده بيتعمل، ان بطلع رئيس الحي يوقف الاعمال. يوقف الاعمال على ايه؟ ان مش كاتب لوحه ان ده 8 ادوار بيوقف عليها الاعمال. بيصادر الخلاطه والمعرفش ايه، وبعدين الاول كنت برجعها طبقا للقواعد او القوانين بالمبلغ اللي هي بتتعمل بيه، فابتدات اصادرها 3 اشهر. يعني انا بقى عندي تراكمات لخلاطات عشان اوقف العمل. بيصادر الخلاطة، بيقطع المرافق و بيوقف الأعمال. طب اللي أكتر من كده الإزالة، مش كده؟ في نوعين من الإزالة. إزالة اللي هو بيسموه الناس في الآمن زي اللي تم في القاهرة، ده محتاج إيه؟ إنك تكون تهد المنطقة اللي إحنا فيها، مش البيت اللي جنبك، يعني المنطقة كلها تتشال. يعني ما أعرفش ناس في يعني إيه؟ يعني الديناميت أو تي إن تي. هي ما عملتش ده ليه مثلا زي محافظ القاهرة؟ كويس، لأن أنت في وسط بيوت، ما أنت لسه قايل ده لازم بالشاكوش والقدوم وبنعمله. إحنا سابقين أي محافظة في الهدد. أنا ابتدأت هدد
في 28/10، انا وصلت هنا 16/8، ابتدات ازاله في 28/10/2013. بس عايز اقول لك العجم والماكس ومنطقه غرب اسكندريه اهاليهم اشتكوا لي ان اللواء طارق المهدي رجليه ما عتبتش هناك، وان هو محافظ الكورنيش ومحطه الرمل فقط. والله لو انا ضامن يعني الجدعنه، نسميها الجدعنه، هديكوا افلام لاي اماكن ما حدش يعرفها. انت رحت اماكن عدا لا الماكس؟ لا الماكس لا، لكن اي حته تانية الماكس لا، لان انا دايما حتى وانا معدي رحتها، بس مش بالمفهوم اللي انت بتقول ايه رحت الماكس انك نازل وتلف وتشوف لا الماكس لا 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 الماكس احنا حلينا مشاكل الناس، حليناها. ما انا هجيب لك مشاكل، ما انا هقول لك المشاكل بتاعتهم اتحلت. انت المفروض تشيل بيوت 143 بيت، انت المفروض تعدهم عشان تعمل ايه مكانهم؟ لا ابني اربع عمارات 143 بيت، فكان التصديق تبني اربع عمارات على الميه دي؟ لا في منطقه تانية عشان اشيل البيوت اللي على الميه دي. بس المنطقه دي ما تفكرش لما انت تعدها توظفها سياحيه؟ ما هي تبقى زي فينيسيا. ما هي كده، ما هي الفكره كده، انك تشيل العشوائيات اللي فيها وتسكن فيها، وده معمول له حصر قبل ما نيجي، قبل ما اجي خالص يعني، ممكن قبل الثوره، انها تتحول لمنطقه سياحيه، لها منطقه سياحيه وتسكن الناس اللي هم اللي انت هتشيلهم من 143 بيت، اللي هو 143 بيت. فكان المشكله ان التصديق اللي جاي، تعرف ان احنا في شغل محتاج قيود ارتفاعات يعني، عشان اعمال الكشف وما شابه، فكان التصديق اربع ادوار، فانا حتى قلت لهم هبني الاربع ادوار وهدور لبقيه الناس، كان المفروض تبقى خمسه فكانت اربعه، قلت لهم هبني الاربع ادوار، صدقت على الاربع ادوار، قلت لهم ارموا اساس خمسه وابنوا الاربع ادوار، وهشوف مكان لبقيه الفرق بين ال 143، واعتقد الثاني كان هيوصل ل 116 حاجه كده يعني، الفرق محدود. فالحمد لله جالنا كمان تصديق بالدور الخامس، فالقصه ما هتنقلهم وتوديهم فين؟ ده جنبه، ده في نفس المكان، نفس المكان. اصل هم دي اهالي معتمدين على لا 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 منطقه فاضيه هنا، منطقه فاضيه. هم يعني حرفتهم الاساسيه الصين. انا اقصد منطقه فاضيه في الماكس، في نفس المكان يعني. الاربع امارات اللي معمولين اللي هم ال 143 دول في نفس المكان. خد بالك ده، لا ده هيتم امتى الاول؟ خلاص يعني خلال مثلا اسابيع هيتم هدم ال 143 بيت، ولا لما تبني الاول؟ لا ابني الاول طبعا. البنى ياخد وقت قد ايه؟ 6 9 اشهر مثلا، 9 اشهر اللي هو. طب اهالي الماكس موافقين على كده؟ كانوا موافقين. في هناك مصانع بتصب في منطقه النيل والتقائه بالبحر، وبتموت السمك، فالصياد اكل عيشه اتقطع. انا عندي تقرير الدكتوره هدى اللي هي مسؤوله عندنا عن البيئه، قالت ايه؟ قالت ان مقننين الاوضاع بعض المصانع، ان الكلام فيه مبالغه، في مصانع مدينها فرصه للعماله، لكن هم خمس مصانع. المبالغه دي انا شفت الميه يعني، ما انا هي قالت لي خمسه، في اثنين سايبين لهم، ثلاثه قننوا وضعهم. طب ما سيبك من اللي قالته وروح وشوف الميه على الطبيعه. طيب انا وانا الحاجه الوحيده اللي قلت لك انا ما دخلتش لغايه فينيسيا، لكن رحت الماكس، لكن بقيه الاماكن اللي في اسكندريه التي لا يعلم عنها احد، بنجر السكر و وابو بسيسه وعزم، لا انا كنت في منطقه سركيس وكده، ما حد اللي ما حد، انا مش سكندري وانا بقول ماشي، بس جنب، بس المحافظ المحافظ لازم يلف. لا مش بيلف، لا بيلف بره المعدلات الانسانيه. لا بره المعدلات، ما طالما قبلنا الوظيفه ما قبلنا المنصب. لا مش كده، ما حدش يقدر بعمل التايم، ما انت دايما بتفرض شغلك على سكيل تايم. اللي على سكيل تايم بيتعمل في اسكندريه، وانا بكلمك وانا على الهوا اهو، يتعمل في 10 سنين، اللي بيتعمل اللي بيخلص، مش اللي بيتعمل الافكار. انت جمعت كل المشاريع اللي واقفه، صرف وميه وطرق وما شابه، وبتنفذها، وفي اعمال فيها شجاعه، احداهم الطريق الصحراوي، ده بيحتاج شجاعه انك تعمله، مش شطاره، شجاعه كمان، انك الناس هتنفخ بالطوب وكوبري محرم بيه، اعتقد انت دخلت عليه النهارده يمكن شايف شكل السيوله دي، حاره واحده بس فتحنا لها تحت وخلصنا الحاره الثانيه النهارده، كانوا بيسفلتوا، ما اعرفش شفت ولا لا، على كوبري محرم بيه، دي اعمال فيها شجاعه اكتر منها انها عمل انجاز يعني. واخد بالك المحموديه انت بتخلصه، تعرف المحموديه كان لسه له 7 سنين. بس انا كمواطن وقعت في غرب اسكندريه والاقي في بلطجيه جايين لي بالليل وبيضربوا حقن والكلام ده جنب المنطقه العسكريه اللي موجوده في غرب اسكندريه، الجيش طبعا مش مطالب بحمايه الاهالي،
بس الاهالي ما عندهمش فرد امن، ما عندهمش عسكري، ما عندهمش نقطه شرطه. ما هو مكلفين ان انا انقل الشكوى دي لحضرتك. وانا هبلغها للسيد المساعد عشان نفتح نقطه شرطه هناك. مساعد يعني وزير الداخليه على طول. ما هو اصلا يعني نقطه شرطه هبعتها له. حاضر من عينيا. لازم اتكلم معاك في مشكله المرور في اسكندريه. كويس. الزحمه. واخد نموذج صغير قوي. نفق زي نفق كليوباترا. اللي حضرتك طلعت قرار بان هيتوسع ويتعمل له حرس زياده. هو انا غلطت برضه في دي؟ لا لا شيء لا شيء اتعمل. يا راجل. والله مفيش. طب يعني خليني بقى اجاوبك اجابه لا تتوقعها مهما كانت الصحافه موجوده. انا بشكر السيد رئيس مجلس الوزراء وهتعرف انا بشكره ليه. النفق ده تكلفته 15 مليون. نعم. انما عشان تهدي الارض القطر اجراءات نعم. يعني انا اقصد فنيه بتكلف نعم. فلوس كانت مطلوب 50 مليون جنيه. اكمل فضل. السيد وزير النقل وصل ل 12.5. برضه بشكر الباشمهندس. انما عايز ال 12.5 مش معايا. فالسيد رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار وانا بعت الجواب ان ايه انا موافق على دفع الفلوس بس ايه هنا ميسره مش بتاعت خالد يوسف. طب يتعمل امتى؟ شغال يا راجل. ده شغال بمعدلات غير منطقيه. احنا المعدلات اللي هنا بتشتغل. بس زرت الموقع وشفت حجم التكدس المروري اللي هناك؟ لا لا ده ملوش علاقه بالموقع ده بالعكس. ده هم بالصدفه وهم بيعملوا نفق كليوباترا بالصدفه عملوا حل مروري لشارع ابو قير اللي هو البردوره اللي عملوها في النص. لما عملوا البردوره المكان ده كان سيء جدا سيء جدا كمرور. فقاموا فاتحين ايه بردوره كده في النص عشان يحكموا التوسعه اللي بيعملوها دلوقتي. شغل على مدار ال 24 ساعه في كليوباترا. شغل على ميه بيضاء. شغل ممتاز. طب ما انت في المقابل كنت تسمع مثلا قبل حضرتك ما تتولى انك تكون محافظ الاقليم من كام سنه كان في احد المحافظين فرض مثلا ضبط وانضباط شديد في المرور في الاسكندريه ما كناش نسمع صوت الكلاكس واللي هي الكلاكس يدفع غرامه. ليه النهارده بقت سداحمه ده؟ هل طارق المهدي مش قادر يفرض هذا الانضباط على الشارع السكندري؟ ما اعرفش التعبير اللي انا هجاوبه ده والصوره والاجابه مش واضحه قولها لي. ماشي. الطبيعي ان انا تعمل موتيفيشن كقياده. لا كقياده بتعمل عسكري برضه. لا لا تعمل موتيفيشن ده صحيح. تجري ورا شغلك وتتابع واشراف وتذليل صعاب وتعمل وده بيتعمل بكفاءه. لكن الطبيعي ان لو انا اخليها كده بشيل 50 كيلو او 60 كيلو ما تشيلنيش 100 مش انا كل الاجهزه انا بحكي الكل ما تشيلنيش 100 فلا اشيل ال 60 ولا ال 100. بمعنى في انشطه كثيره بقت بتستهلك الناس. كويس. شلنا من على الكورنيش السنه دي الباركنج خالص انك تركن ما فيش راكن. وسعنا محرم بيه وعملنا حاجه اسمها المحموديه يعني تعمل الديد لوك دي اللي هي بين محرم بيه و 218 والمحموديه والنفق تعمل ايه؟ شغل مروري. الحته بتاعت كليوباترا اللي حكيت عليها بقول لك حليناها بالصدفه يعني لما عملنا البردوره لقينا الدنيا سلكت فكملنا بقيه يعني ما اديتش ان احنا بنحاول نعمل عند حته اسمها العرايس ودي في كمان مشروع بيننا بالقوات المسلحه للبنى 1000 شقه في غيط العنب ان احنا نعمل وصله بكوبري وبرده عشان ما اديش لنفسي حق كان مقترح لابو العز الحرير الله يرحمه في هذا المكان عشان ما تخرجش كل الناس محرم بيه. 218 يخليك ما تعديش كوبري ومحرم بيه وتمشي من تحت وايه وتوصل ل 27 نفق. 27 بقى له 6 سنين ما اشتغلش و 30/11 هيفتتح. كويس. تكلفته مش عاليه. شغالين في كوبري دخيله وكوبري 54 دي على المينا. الطريق الصحراوي كان حارتين بحاله سيئه اقصد الحته بتاعتي اللي هي من البوابه لايه لغايه هنا بقت 4 حارات والكباري بتنتقل ل4 حارات والكباري السطحيه 10 كباري و3 كباري علويه كل ده تم في اتجاه المرور. باقي النقطه ايه؟ اصل انتوا مش جايبين عساكر ولا ضباط مرور كفايه. قد يكون لكن انت على مستوى
اللي هي بيسموها العربية النجدة دي اللي هي الورشة، انا اشتريت عربيتين بشكل مباشر من المحافظة لصالح ايه لما عربية تعطل او حاجة. كلبشات دي اشتريتها لانها بتبقى من فلوس المحافظة، يعني من جوه الموازنة، تصديق محافظ يعني. وهذا زحمة، زحمة اللي كان بالعربية في العيد. لا سيبك من الايام الاستثنائيه المواد، لا العيد اصله كان كانت حاجه تفرح بصراحه يعني. انا واقف ما بيتحركش، انما تحس ان اسكندريه كانت مردومه الناس. طب حركه المحافظين على الابواب، طارق المهدي محافظ الاسكندريه القادم ام محافظ في محافظه اخرى، ولا هيقعد في بيته؟ والله وارد الثلاثه. انت وارد الثلاثه من جواك كده شايفه؟ من جوايا انا بشتغل عند نفسي، عند ربنا، عند البلد دي، بس ده اللي من جوايا. انا ما فيش مكان اشتغلت فيه خرجت منه غير وانا بشيل القلم، غادر المكان ده بشيل القلم وامشي. في اي لحظه الفرق بين الرجال، فرق في زمن الازعاج، هسميها الازعاج، كويس ان كلمه الازعاج دي جت لي، ان حد يزعجك، ده الفرق، ان حد يزعجك بكلام فتبدد الطاقة، التصادم مبدد للطاقة، واخد بالك، واستهلاك الطاقة في ان انا عايز ايه ارد على حضرتك او اتخانق معاك ومفكرش في بكرة ليس من نظرياتي. يعني اذا الثلاث احتمالات هي العبقرية في ايه؟ في الصبر.